مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم. خبر يعني كان خبر صار وكان خبر غير صار. وزارة الصحة كتعلن الآن على الساعة 6 عن 70 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا. 70 واحد صاب يعني في هذه اللحظات اللي أعلنت عليها وزارة الصحة في البلاغ ديالها. والخبر صار أن اليوم تم شفاء 26 حالة. الحمد لله ونشكروا بعد الحالات ديال الناس اللي تشافوا غادي في ارتفاع في 24 ساعة، أي 26 حالة اللي تمثلت للشفاء. المجموع ديال الحالات اللي تمثلوا للشفاء 56 حالة شفاء. المجموع ديال الوفيات 47 حالة وفاة. هادشي كيبشر بالخير بخصوص حالات الشفاء. اما بحالات الوفيات فالحمد لله يعني حالات الشفاء اكثر من حالات الوفيات عكس الايام السابقه اللي كان يعني الحمد لله. بالنسبه للحالات اللي تشافوا اليوم 26 هذا خبر. نتمنوا الحالات اللي تشافوا يكونوا اكثر من الحالات الوفيات. يعني وزاره الصحه كتخبر الراي العام بان اليوم الساعه 6 يعني في البلاغ ديال دابا عن إصابة 70 حالة جديدة يعني بفيروس كورونا. وعنات على الحالات اللي تمثلوا الشفاء في 24 ساعة 26 حالة شفاء. يعني الحمد لله وكنشكروه على سلامتهم بأنهم تشافوا وغادي يرجعوا للعائلة ديالهم. ما نبغيوش لهم المضرة، ما نبغيوش لهم الأذية لتا شي واحد من أبناء الوطن. يعني صراحة أنا فرحان ملي كنسمع عدد الناس اللي تشافوا 26، فهادشي راه مفرح. يعني الحالات اللي تشافوا في المجموع يعني من نهار بدا الوباء في المغرب وصلنا ل 56 حالة شفاء بمقارنة مع حالة وفيات ل 47 حالة وفاة. يعني كاين الحمد لله واحد الفرق اللي في الأول كان حالة الوفيات كانوا طاغين يعني كانوا أكثر من حالة الشفاء، هادشي اللي كان دار واحد الإحباط. الحمد لله نتفائلوا خير ونطلبوا الله تنزل الرحمة ديالو وينزل الشفاء من عنده. الحالات ديال الناس اللي تشافوا غدا في ارتفاع، نتمنوها تبقى غدا بحال ما هو. الناس اللي تشافوا ما يضيعوش لينا، حيت لا ضاعوا غيضيعوا لوليداتهم عائلاتهم الازواج ديالهم. نتمنوا للجميع الشفاء ان شاء الله. اليوم نعاودوا نذكروا 70 حالة مؤكدة فيروس كورونا علنت عليها وزارة الصحة. للمجموع ديال الحالات المصابين في المغرب من النهار الاول حتى اليوم على هذه الساعه 6 واصل 761 حاله مصابه فيروس كورونا في المجموع. والناس اللي تشافوا الحمد لله يعني غلبات حاله الشفاء على الحاله الوفيات، وصلت 56 حاله شفاء في المجموع. فهذا الشيء كيبشر بالخير الحمد لله ونشكروه. 47 حالة وفاة. نتمنوا هاد الحالات ديال الشفاء يكونوا ديما طاغين ويكونوا كثر. يعني نتمنوا الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم، الناس ما يحاولوا ما يتجمعوش، الناس ياخذوا الوقاية ديالهم ويبعدوا من الزحامات ويبعدوا من الاسواق. الناس يعني كيف كتشوفوا السلطات دايرين المجهود ديالهم، قايمين بالواجب ديالهم، حملات تحسيسيه كثيره، فتبارك الله عليهم. يعني كنحييهم من هنا، يعني كل شيء قايم بالدور ديالو. الاطباء مساكن اللي في الواجهه الاولى امام العدو. الناس كلي ما شافش ولادو شهر يعني خدام يعني نهار وليل، ما غاديش يمشي عند ولادو، خايف لي يتعادى وخايف لي يمرضوا، يعني خايفين على العائلات ديالهم، توحشوا ولادهم. نتمنوا لهم الخير ان شاء الله. وتاش واحد ما يتصاب، رجال السلطه المساكن اللي خدامين، البوليس الجندارم، يعني كل شيء مجند. وانتم هذا الشيء راه كتشوفوه بعينيكم. وسائل الاعلام اللي قاموا بواحد الحمله وواحد الدور كبير كبير كبير، وهذه بشهاده رجال الامن والسلطات المحليه، كيقولوا بان الاعلام قام بواحد الدور تحسيسي كبير. فنتمنوا حتى شي واحد ما يتصاب من الناس اللي خارج الميدان، الناس اللي مضحير يعني براسهم بعدين على عائلتهم. يعني الحياه ديالنا ما بقيناش عايشينها كيف كنا من قبل، ما بقيناش كنقدروا نمشيو عند والدينا عند ولادنا، نخرجوا ندورو نتلاقاو مع الاصدقاء ديالنا الاقارب ديالنا. يعني العمل ديالنا حاليا او الهم ديالنا يعني هو هاد فيروس كورونا، كيفاش نقدروا نوصلوا الميساج للناس اللي مازال
ما بغاوش يوعاو الناس، مازال اللي عندهم كورونا كتبدا تسسه. كنخرجوا للميدان احنا مضحين براسنا يعني حتى لاخر نهار، الله يجيب السلامه للجميع ان شاء الله. كنحيو اي واحد يعني قايم بالدور ديالو، وكنتمنوا من دوك الناس اللي مازال كيخرجوا، الناس اللي مازال كيدوروا، الناس اللي خايدين الامور يعني ما نقولوش بالضحك، ولكن خايدينها حد شنو نقول لك، ما لقيتش المصطلح، يعني خايدينها بواحد الطريقه اللي ماشي هي معقوله كيف خاصها تتخاد، يعني بالجديه. يعني دول عظمى اقتصاديا، ما نقولوش تاريخيا، حيت المغرب تبارك الله حضاره وتاريخ، دول عظمى اقتصاديا وصحيا، وراه تغلبوا ورابوا بهذا المعنى. فما نتمنوا والله ما نوصلوش ليهم، ما نوصلوش الحالات ديالهم. كتسمعوا يعني في الاعلام 1000 حاله في النار، كتموت 1000 حاله كتصاب، الله يجيب الشفاء للجميع. ما نتمنوش الحالات ديالهم توصل للبلاد، نتمنوا هذا الفيروس يتحاصر، ولكن ما يتحاصر الا بالمجهودات ديالنا كاملين كمواطنين، نلتزموا البيوت ديالنا. ريتما يتم تصنيع دواء خاص بهذا المصيبه الكحله اللي تسلطت على العالم كامل. الله يحفظ الجميع، والله يحفظكم كاملين، الله يحفظ الشعب ديالنا، الله يحفظ ملكنا. ودعيو مع خوتكم الناس اللي توفاو، الله يرحمهم، الله يصبر العائلات ديالهم. الناس اللي مازال في لوبيتال كيتعالجوا وتعادوا مساكن، الله يرجعهم العائلات ديالهم سالمين. والناس اللي خارجين الميدان، اللي كنقولوا من صحافه، من درك ملكي، من الشرطه، من رجال السلطه، من الاعوان، من الاطباء، نطلبوا لهم السلامه والعافيه، ورجعوا العائلات ديالهم بخير وعلى خير. شوفوا معنا بعض المرات كنديروا لايفات يعني من بعض الاحياء الهامشيه، من الاحياء الشعبيه، كنشوفوا بعض السلوكات ديال بعض الشباب. البارح كيف شفتوا معنا في واحد الفيديو محطوط يعني في الصفحه الرسميه ديال شوف تي في، يعني شباب لاعبين ماتش البارح يعني في منطقه سباته، في واحد الجرده الجامعه العربيه وقال على ما اظن، لاعبين ماتش بيناتهم، يعني ما خايفينش. انا كنستغرب العائلات ديالهم كيفاش سمحوا لهم انهم يخرجوا، يعني خرجوا من دارهم قدامهم 100%، حيت كلهم لابسين لبسه ديال السبور ديال الماتش، هما تقريبا 13 واحد، يعني شي حاجه كضر في الخاطر. كيفاش دوك الوليدات قدروا انهم يخرجوا، او الوالدين ديالهم يسمحوا لهم يخرجوا من الدار ويمشيو يلعبوا الكره؟ هادشي راه خطر عليهم. كنلقاو يعني الناس كبار في السن مازال مجمعين مع الاصدقاء ديالهم، يعني كيحاولوا يبدلوا الروتين ديالهم، ولكن هادشي راه خطر، حيت الفيروس ما كتعرفش شمن البلاصه غتحط فيها يدك، غتحط فيها رجلك. انا ما نطلبوا السلامه للجميع وصافي، ندعوا مع خوتنا. هادشي اللي نقولوا. الى هنا موقع شوف تي في، وصلنا لنهايه هذا البث، نخليكم على خير، والله يحفظ الجميع ان شاء الله. دايما خوتكم كلشي محتاج للدعاء ديالكم.